الحوثيون يصدرون بيانا تحذيريا عاجلا ويفضحون خطة التحالف. ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. تكشف الهدنة الإنسانية السعودية وتحالفها الطرف المسبب للأزمة الأكبر في العالم، فقد اعترفوا صراحة باحتجاز سفن الوقود وبمنع المرضى من السفر للعلاج بعد أن عملوا طوال سنوات على التنصل وتحميل صنعاء مسؤولية ذلك. إلى ذلك دعا المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل اليوم الثلاثاء مجددا الجميع إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على ما ينشر في الموقع الرسمي والقنوات والصفحات الإعلامية الرسمية التابعة لشركة النفط اليمنية. وأرفق المتوكل وثيقة مزيفة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لبيان صادر عن شركة النفط اليمنية في صنعاء حددت فيه أسعار الدب البنزين سعة 20 لتر ب 5900 ريال والسولار ب 6900 ريال، محذرا من التعاطي معها أو التعامل مع أي مصادر غير رسمية. وكان المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء عصام المتوكل أصدر في وقت سابق توضيحا هاما بشأن ما يتم تداوله حول تحديد سعر الدب البنزين سعة 20 لتر ب 5700 ريال فور دخول السفن النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان إلى ميناء الحديدة. وقال المتوكل في منشور على صفحته في فيسبوك ردا على تلك الشائعات التي روج لها نشطاء من المرتزقة على مواقع التواصل الاجتماعي: إن هذا الكلام غير صحيح والغرض منه اللعب بمشاعر ومعاناة الناس، لافتا إلى أنه سيتم تحديد السعر حال وصول سفن البنزين إلى ميناء الحديدة وتوزيعها للمحطات كونها إلى الآن لا تزال محتجزة وسيكون البيع بسعر التكلفة، مضيفا أنه سيتم مكاشفة الشعب بالفلس الواحد وهذا من باب المكاشفة لأنه كما يعلم الله لا يوجد ما نتحفظ عليه أو نخفيه.